بعد اكتشاف النفط في الخليج العربي، أراد حكام الدوحة الاستيلاء على شبه جزيرة قطر بشكل كامل، وبدعم من الشركات النفطية ذات المصالح السياسية في شبه جزيرة قطر. إلا أن الحرب في ذلك الوقت لم تكن تتطلب السلاح فحسب، إذ لابد لهم من تحالف قبلي، وهو ما لم يتحقق لحكام الدوحة. فجمعوا حولهم جماعات من المرتزقة من أجل الاعتداء على القرى المسالمة التابعة للحكم الخليفي، وأخذت الاعتداءات تتزايد على المناطق البرية والساحلية حتى وصلت إلى قلعة الثغب. هنا في قلعة الثغب وقعت أحداث سجلتها الوثائق وتحدث عنها شهود العيان، وتثبتت في تاريخ خليجنا العربي، وأصبحت مثالا للتضحية والبطولة والعزة والولاء مقابل الغدر وانعدام المروءة. وقعت هذه الأحداث في عام 1937 ميلادية، واستهدفت قلعة الثغب والمحتمين بها من رعايا البحرين، وهي أكبر قلعة بعد قلعة صبحة. نعم، أكبر قلعة هي قلعة صبحة، وأسس الشيخ محمد بن خليفة هو أكبر. وكانت القراء البرية كل تقريبا كل قرية أو كل منطقة عندها قلعة بس صغيرة، مو يعني فيها نوع الحصن وفيها نوع الحوش. هذه يعني يستعملونها أيام القارات وأيام يعني الخوف، فهل الديرة هذه يروحون يلتجون فيها. من بالنسبة للمساحة من عقب قلعة صبحة تي قلعة الثقب، في مساحة قلعة الثقب قريبة أقرب لها منطقة اللي هي خداي، قرية خداي اللي على الساحل الشمالي، وكله في الوالد من قبل الشيخ عيسى بن علي والشيخ محمد والشيخ حمد بن عيسى أصحاب العظمة، إنه هو يديرها وإنه هو مسؤول عنها. جمعة بن محمد الكعبي يروي لنا أحداث هذه الحرب التي استهدفت رعايا البحرين في إقليم الزبارة، والتي كانت الثغب آخر ما التجأوا إليه بعد خراب الديار، وكان والده مسؤولا من قبل حكام الدولة الخليفية على القلعة. صارت المفاوضات بين وفد البحرين من الخليفة وبينهم، ويعني برعاية الإنجليز. الإنجليز ما بقى المفاوضات تنجح لأسباب تجارية، أسباب إن بينقبون عن النفط في المناطق هذه ويبون لهم التنقيب، حقوق التنقيب. فلما رجع الوفد البحرين وكان له الوفد كان له عزم إن يرجع مرة ثانية، يعني ابتدى الهجوم، وهم مخططين إن يسوون هجوم وقت القوس، لأن لا يوجد رجال في القرى، يعني الرجال الشباب واللي يقدرون يحملون السلاح. فهم اختاروا الوقت هذه لما كانت الأحداث، وكان في الثقب الوالد وهو كبيرهم، يعني بصفة معين من صاحب العظمة، وكان عضيدة مثل أخوه، يعني عضيدة يبع بن يعقوب الكبيسي كان معاهم في 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 القصر، واخوه عبد الله بن يعقوب الكبيسي، وكان معاهم اخوي خميس، وهذه من الجماعة اخوي خميس وعبد الله بن محمد مانع اللي اخوه انجرح يبع بن محمد، ومعاهم الله يسلمك محمد بن قطام الكبيسي، وياهم عبد المحسن بن عبد المحسن بن جاسم الكبيس الفياض الكبيسي، ومعاهم عبد الله بن يعقوب الكبيسي وسالم بن قانم الصمخان الكبيسي، والله معاهم واحد من السادة استشهد في الموقعة هذه، لأنه كان خارج قلعة الثقب وصار رمي بينهم وبين الأعداء، وانقتل فيها بعد ما قتل منهم حوالي 10 بشهادة المهاجمين، هم اللي قالوا قتل منا 10، وكان معاه واحد ما أعرف اسمه، بس هذه من السادة اسمه عيسى يسمونه السيد، كان من الشجاعة، وكان هو ظهر برا عشان دي. وانقتل واحد من النعيم الله يسلمك في الموقعة، راشد بن فهد النعيمي، كان هو في البحرين، ويوم سمع بهجوم على الزبارة راح هناك. من الشعبان توفى، انقتل مبارك بن عجلان من الشعبان.
قصر الثقب كانوا فيه محاصرين الجماعة هناك حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع. التجوا فيه في الليل على أساس ما حيشوفهم وحموها، وعقب الأعداء هم ياو وحاصروها من جميع الجهات وخيموا في منطقة جنوب شرق الثقب اسمها عذبة، سموها عذبة لعذوبة مايها، وسكن فيه هناك سكنوا فيها قعدوا فيه الجيش حسب ما قال لي أخوي خميس، هو أصغر شخص كان موجود في الثقب. يقول شفنا السيارات كبار لارية، هذه معطينهم الإنجليز اللي هم يبون ينقبون النفط، وشفنا الخيل وشفنا الإبل، وكانت الطائرة تيهم والكابتر تفتر عليهم وتروح ياتهم مرتين وثلاث مرات. هم ما يدرون شنو هذي، ما يعرفون ايش حقه، هي تصورهم تشوف ايش كثر الناس داخل، لان الثقب ما لها الا باب واحد مشاهد الشمال ومحكمه ما حد يقدر يدخل، ويشوفون من فوق اي واحد يقرب حلام يرمونه، يعني ما يعني محتمين فيها، فهمه. قعدوا حول كذي يوم خيموا في عذبه، تموا 4 أيام 5 أيام، وعقب اسحفوا عليهم وطوقوا القلعة من جميع الجهات، وعقب آسروا اللي موجودين في القلعة، لأن القلعة فيها ناس عادي قليلة يعني حوالي 33 نفر، فما يقدرون يقاومون هالكم من الجيش اللي ياهم، فهم وسلاحهم قليل وذخيرتهم قليلة، ما توقعوا أن بيهم هالكم هذه من الناس، فهم خذوهم مأسورين أسروهم ودوهم عذبة مشي على الأقدام، مشيهم على أقدامهم وخلوهم هناك عندهم كل المجموعة هذه. يوم ثاني الصبح رخصوهم، قال كل واحد يروح ديرته، الوالد يودوا قالوا لا أنت قعدي، احنا ما نسمح لك تسكن شمال، نبيك تسكن جنوب عندنا. الوالد قال لهم لا احنا انا ما اسكن، انا معازيبي الخليفة وشيوخي الخليفة وحكامنا الخليفة، مو بنتو حكامك، بنتو حكام، وهذه منطقة الخليفة، شلون انا راح اسكن ينوب معاكم؟ انا ما قال علي اذا ما تروح ويانا تطلع من المنطقة هذه، لك يومين لازم ترحل انت وجماعتك تروحون. فهدوا الوالد عقب 3 أيام، والشهود موجودين، يعني موجودين اللي حكت عليهم انا شفتهم، وقالوا لي نفس الكلام، الشهود ناس من الجماعة وناس من الكبسة اللي عديتهم له، لان رخصوهم كلهم. يوم ثاني هم ركبوا في الخشب، اول ما في لنجات كله خشب شراع جوا البيت الشرع، واختفوا ويا البحرين. الوالد عقب 3 أيام أو 4 أيام هو قاعد عندهم 3 أيام هناك مأسور، ويوم يعني حطوا فيهم جيت سانكل حطوا فيهم، ويوم رابع الوالد رخصوه، يوم راح أهله في خداي، وعقب يوم ثاني يا البحرين أخداي خلت ما حد تم فيها، لأن المجموعة اللي جات القصر وحاربت كل أهل خداي، أغلبهم كل أهل خداي، فخداي خليت من ذاك اليوم، ويابوا ناس مرتزقة وزحفوا على المناطق هذه اللي هي موالية واللي هي تتبع الخليفة. طبعا يقال إنه يعني حدثتنا واحدة من حريمنا تقول إحنا عمرنا على 8 سنوات 9 سنوات، كل يوم شفناهم جايين خفنا منهم، أهلنا ميودين وإحنا ما مش إلا حريم هني، أو واحد شايب ما يقدر يقوم، تقول دشينا البحر لأن نعرفهم هاي بدوان، والبدوان ما يدش البحر يخاف من البحر، تقول دشينا البحر لما هني شيء طريق، اللي شفناهم طلعوا من الدير راحة ورجعنا. وبعد تلك الموقعة تهجرت العوائل قسرا من مناطقهم، وتم التضييق عليهم، ونهبت المنطقة نهبة، وساد الخوف حينها التجأت العوائل للبحرين. الشيخ راشد بن محمد الجبر النعيمي شيخ قبيلة النعيم حرر وثيقة للتاريخ سجل فيها جانبا مما تعرض له أهالي البحرين من حصار وتجويع وقتل وتهجير قسري.
وتوضح الوثيقة أن مرتزقة الدوحة استهدفوا رعاية الدولة الخليفية في قصر الثغب، بل ومنعوا عنهم الإغاثة والإمداد من جزر البحرين، وقتلوا كل من يقترب من قلعة الثغب لمساعدتهم، ثم استهدفوا جميع القرى الأخرى مثل خداي وفريحة والعريش والخوير، واستهدفوا جميع القبائل بلا استثناء، ومنهم البكوارة والكعبان والكبسة والنعيم وغيرهم، ونهبوا الملابس والفرش والبقر والحمير وبيوت الشعر والأشرعة والحبال وحتى الأطعمة والأواني، ثم بدأوا في محاصرة قلعة مرير صبحا. وقد طلب رجال من شيخ الدوحة الكف عن سفك دماء المسلمين المسالمين، لكنهم استمروا في حصارهم وتجويعهم حتى بلغ منهم الجهد ما بلغ وحقنا لدماء، فأخذت أسلحتهم وجميع ممتلكاتهم. رحم الله شهداء البحرين الذين سطروا أروع الأمثلة في التضحية والفداء.